سبع عذاري مقدسات مدفونات جنبا إلى جنب. كانت هذه هي الكلمات الغامضة لروبرت براون، القاتل المدان الذي يقضي عقوبة بالسجن لقتله قاصرا. وكان لهذه الكلمات صدى قويا داخل رأس عمدة المقاطعة. ما الذي كان يحاول أن يقوله براون بهذه الرسالة الغامضة؟ وفوق كل شيء، لماذا الآن؟ لنعرف الإجابة عن تلك الأسئلة، تابعوا هذه الحلقة المقدمة إليكم من قناة وقائع. خلال السنوات التالية، كرس مجموعة كبيرة من الباحثين أنفسهم لعقد محادثات مع المجرم لحل لغز تلك الكلمة. مع مرور الوقت، اكتشفوا أنهم يواجهون قاتلا متسلسلا خطيرا لم يخجل أبدا من قتل الرجال أو النساء أو الأطفال. طريقة عمله جعلته غير قابل للكشف. فقط الخريطة التي تحمل سلسلة من الجثث يمكن أن تقود العملاء إلى رفاتهم. ولد روبرت تشارلز براون في 31 أكتوبر عام 1952 في كوشاتا، لويزيانا، لعائلة كبيرة. كان الأصغر بين 9 أشقاء، وهو محبوب كثيرا من قبل السكان المحليين وصاحب مزرعة الألبان. خلال طفولته، شهد براون حدثا مأساويا في تاريخ عائلته. كان جده لأمه قد غرق في صهريج بسلسلة ذات وزن حول رقبته، مما يشير إلى وجود تاريخ من الاكتئاب داخل الأسرة. هناك الكثير ممن يتذكرون روبرت الصغير كطفل جاد وذكي، على الرغم من أنه كان يتمتع بشخصية انطوائية إلى حد ما، وحيدة وطفولية أيضا. بعد ترك المدرسة الثانوية، قرر الصبي الالتحاق بالجيش والخدمة في فيتنام وكوريا الشمالية، لكن إدمانه على المخدرات تسبب في طرده على الفور. في نهاية السبعينات، وبعد عودته إلى لويزيانا، عمل روبرت كرجل توصيل في ولايات مختلفة، وأيضا كموظف في سجائر. تزوج 6 مرات وأنجب ابنا واحدا من زوجته الثانية، وهي امرأة فيتنامية التقى بها في أيامه العسكرية. في نصف حالات زواجه، كان الرجل عنيفا جسديا ولفظيا مع زوجاته، لدرجة أنه كان يفقد أعصابه ويظهر جانبه الأكثر كرها للنساء. كان روبرت يكره النساء، وهو استنتاج توصلت إليه 3 من زوجاته الست. بالنظر إلى تاريخه الإجرامي قبل إدانته بالقتل من الدرجات الأولى، أدن روبرت 3 مرات بسرقة السيارة، بالإضافة إلى عدة تهم من بينها السطو والمخدرات والحرق العمد وإساءة معاملة الحيوان. ومع ذلك كله، فقد قضى عاما واحدا خلف القضبان. بين عامي 1987 وعام 1995 ارتكب روبرت ما يقرب عن 50 جريمة، على الرغم من أنه في الوقت الحالي تم تأكيد الجرائم التي ارتكبت خلال فترة 5 سنوات فقط بين عامي 1987 و 1991 وفقا لشهادة القاتل. بدأت مسيرته الإجرامية في عام 1970 عندما قتل جنديا أثناء قتال في حالة في كوريا الجنوبية. منذ ذلك الحين لم يتردد في إزهاق أرواح الرجال والنساء والأطفال، على الرغم من أن ميله كان دائما نحو الجنس الأنثوي بسبب كراهيته الشديدة للمرأة. النساء غير مخلصات، يتلاعبن كثيرا ويخدعن ولا يتمتعن بأعلى قيمة أخلاقية، إنهم يخدعون ويتعاسفون. كانت هذه هي كلمات روبرت أمام المحققين. تجدر الإشارة إلى أن أي من تلك الجرائم التي ارتكبها روبرت لم يكن مخططا لها، بل أتيحت له الفرص وكان عليه أن يستغلها. وبرر دوافعه بأنه كان مستاء من الشخص الذي قتله، وكانت عملية القتل جزاء من إظهار حقنه. لم يكن لديه ميل لمكان معين لاختطاف وقتل الضحية، بل كان يرتكب الجريمة في أي مكان، حتى لو كان مكانا عام من الفنادق وحتى محلات البقالة. كان الأمر نفسه مع طريقة المختار لارتكاب الجريمة، من إطلاق النار والطعن بمعاول الجليد والمفكات والخنق
ودفع الضحايا من مناطق عالية الارتفاع مثل المنحدرات إلى التسمم بالمواد الكيميائية. بمجرد أن تموت الضحية، يشرع روبرت في تقطيع الجسد وترك البقايا في أماكن نائية مثل الأنهار والبحيرات والقنوات، مرورا بالمنحدرات أو الصحراء أو صناديق القمامة في أي بلدة عابرة. أضف إلى ذلك أنه نظرا لعدم وجود صلة بين الضحية والجاني، رأت السلطات أنه من المستحيل ملاحقته. هذه هي الطريقة التي ظل بها روبرت متوحشا لعقود من الزمن، وهو يشعر بأنه بلا عقاب مطلقا. بحسب الخبراء الذين حللوا القضية، فإن الخطر كان يكمن في شخصيته، فمعظم القتلة يميلون إلى القتل بنمط معين. كتب ضابط الشرطة والمحقق روبرت كيبل المعروف بإسهاماته في التحقيقات مع القتلة مثل تيد بوندي، هذا يجعل الأمر صعبا على الشرطة. وقال روبرت ريسلر المحلل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي صاغ مصطلح القاتل المتسلسل، عندما يشعر الناس مثله بتلك الرغبة في القتل، فإن العالم بأسره في خطر. بعد ظهر 17 من سبتمبر عام 1991، اقتحم روبرت منزل الكنيسة، حيث كانت هايذري البالغة من العمر 13 عاما تعتني بأخيها الصغير سيك 5 سنوات. على ما يبدو كانت نية القاتل هي السرقة، ولكنه وجد المنزل فارغا من أي شيء قيم، وصب جام غضبه على الفتاة المراهقة وقتلها بضربة قوية على رأسها. أخذ بعدها الجثة في شاحنته وألقى بها على بعد 30 ميلا على الطريق في منطقة نائية. على مدار العامين التاليين بحثت عائلة الكنيسة والشرطة بشكل يائس عن الفتاة، فيما بدأ أنها قضية اختفاء مقلقة. الدليل الوحيد الذي عثروا عليه كان 3 بصمات أصابع لشخص مجهول على حافة النافذة. لا أحد يعرف من هو، ولم يتوصلوا إلى أي شيء. في وقت لاحق في 16 من سبتمبر عام 1993، أبلغ قائد عربة عن وجود جمجمة بشرية في منطقة رامبارت رانج رود. بعد التحليل المناسب تم التأكد من أنها هايذر، وتم إجراء تشريح للجثة. أكد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو صدمة قوية على الرأس، وفتحوا تحقيقا في جريمة القتل. بالنظر إلى هذه الأدلة الجديدة، أرسلت مجموعة التحقيق مرة أخرى بصمات الأصابع المجهولة المصدر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ونظام التحقيقات في كاليفورنيا، لكنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة إيجابية. في النهاية كان قائد مكتب الشرطة في مقاطعة إلباسو، والذي قرر في العام 1995 إرسال البصمات إلى 92 نظاما آليا للتعرف على هوية صاحبها في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى بصمات الإيداع من كل ولاية من ولايات الاتحاد. كانت الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الرجل الموجود في الكنيسة له سجل جنائي أم لا. في 24 من مارس من نفس العام حدثت معجزة. تم الإبلاغ عن أن بصمات الأصابع التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة في منزل الكنيسة تتطابق مع بصمات المدان السابق روبرت براون 42 عاما الذي عاش على بعد 1 كيلومتر من مكان الجريمة. حصلت الشرطة بالفعل على الرجل المنشود. ذهب العديد من المحققين إلى منزل روبرت لأخذ أقواله. أثناء استجواب القاتل نفى أي صلة بهايذر أو منزل الكنيسة وأصر على براءته. لم يتزحزح حتى عندما أطلعوه على تقرير بصمة إصبعه، لكن الأدلة كانت واضحة، وشرع الضباط في اعتقاله بتهمة قتل هايدر من الدرجة الأولى. كان ذلك في 18 مارس عام 1995. بعد شهرين في 25 من مايو وافق روبرت على إبرام صفقة الإقرار بالذنب للهروب من عقوبة الإعدام، وهكذا أقر القاتل بارتكاب جريمة قتل هايذر تشيرش، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. في 20 من مارس عام 2000 قرر روبرت الاعتراف ببقية جرائمه. لقد فعل ذلك من خلال رسالة غامضة موجهة إلى عمدة مقاطعة إلباسو
حيث تحدث عن 48 جريمة قتل. منذ ذلك الحين بدأت علاقة رسائلية بين القاتل والمحققين. سرد المجرم الأماكن والضحايا والتواريخ التي ارتكب فيها كل جريمة قتل، حتى أنه رسم خريطة بأثر الضحايا الذين تركهم في لويزيانا وأنكساس وتكساس. أيد المحققون 7 قتل أخرى، ووافق روبرت على صفقة ادعاء أخرى لقتل الضحية الثانية روسيو سبيري البالغة من العمر 15 التي اختفت في 10 نوفمبر 1987 في كولورادو سبرينغز، والتي لم يتم استرداد جثتها أبدا. لم يهرب أحد قط، لم أعطهم الفرصة لذلك، قال روبرت من زنزانته. ومع ذلك لم ينتهي روبرت من تقديم معلومات كافية للعثور على رفات هؤلاء الضحايا المزعومين. ومن ثم فإن المحققين في القضية وبعض الخبراء النفسيين يعتبرون أن كل شيء هو نتاج خيال روبرت ليشعر أنه بطل الرواية. ربما وبدون أدنى شك قتل الرجل الكثير من الناس، لكن الأعداد التي قالها كانت لأغراض إعلامية فقط. كتب كابل في مقابلة مع روبرت: هذا الرجل كذب وخدع وسرق حياة الكثيرين، ولا يوجد ضمان أنه سيخبرنا بالحقيقة الكاملة عن جميع ضحاياه. حاليا لا يزال روبرت براون في مركز ليمون الإصلاحي بكولورادو، بينما تتساءل عائلته كيف لم يدركوا أن أصغر طفل بالمنزل قد يصبح قاتلا متسلسلا لا يرحم. على الرغم من أن معظم مزاعم براون لا تزال غير مؤكدة، إلى أنه يعتبر مشتبها به مؤكد فيما لا يقل عن 7 قتل إضافية، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه بشأنه. ولكن صحة ادعاءاته لا تزال موضع تحقيق ومناقشة، كما هو الحال مع أي تحقيق جنائي. يعتمد تحديد الحقائق وحل هذه القضايا على تحقيقات شاملة وأدلة وإجراءات قانونية. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.